وحول هذا الموضوع قال سعادة النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال إن مشروع مبنى المسافرين الجديد يعد قفزة في قطاع النقل الجوي. في تنفيذ هذا المشروع الحيوي استكمال للمنظومة البنية التحتية وهادفا لمضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني، وذلك بتحفيز القطاعات المتنوعة وإسنادها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية. المشروع يأتي ضمن إطار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وأهمية المشروع في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي تتجسد في تعزيز مكانة البحرين وتحويلها لمركز إقليمي يربط العديد من الوجهات المهمة حول العالم. ونأمل نحن في مجلس النواب أن يسهم المشروع في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرح هام وداعم للقطاع اللوجستي، وإن شاء الله سنتابع مع الحكومة الموقرة هذه الجزئية أيضا. المشروع يعتبر مثل قفزة في قطاع النقل الجوي، وراح يمنح دفعة جديدة للقطاعات التجارية والسياحية وسيدعم نموها أيضا.